بسم الله السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله ان شاء الله اليوم وصفتنا اخواتي هي عبارة على حرشة سائلة كتجي لديدة ورائعة وكتحضر بواحد السرعة مكوناتها قليلة وبسيطة وكتحضر الضيوف الغفلة والفطور الكوتي فكتجي وصفة سهلة في التحضير نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم اكيد ان شاء الله تكون بجميع الخطوات بشاكيات عمل فائدة إن شاء الله للجميع خاصة الفئات المبتدئات فعلى بركة الله سنحتاج لهاد هذه ديالتنا جوج كيسان ديال السميده المتوسطه ماشي رقيقه اخواتي وماشي الغليظه جوج كيسان بقياس العنبه كاس الشاي المغربي الشهير عندي واحد الكيس من البيكنج باودر او خميره الحلويات من فئه 8 غرام حبه واحده من البيض جوج كيسان دائما بقياس العنبه ديال الحليب السائل ملعقه كبيره من العسل او ممكن نعوضوها بملعقه كبيره من السكر الخشن او سكر سنيده ملعقه كبيره من الزبده اللينه ونصف كاس دائما بقياس العنبه من الزيت النباتي ورشه من الملح غادي على بركة الله غادي نغربل ضروري السميد فكنذكر اخواتي ماشي الفينو كذلك ماشي الحرشه الغل... عفوا السميده الغليظه هذه كتكون الموين يعني المتوسطه اللي كنديروا بها البسبوسه غادي نضيف ليها كيس من البيكين باودر او خميره الحلويات ما يعادل ملعقه شاي مملوءه جيدا عندي نص كاس الزيت والزبده غادي نرمل بهم السميد جيدا نخدموه باليد باش كتجينا هذه الحرشة ديالتنا هشيشه شو في الفم بمعنى الكلمة فكنصحكم أخواتي تجربوها راه ما كتاخدش وقت كتير بحال الأنواع الأخرى ديال الحرشة فهي ربع ساعة حتى لتلت ساعة كتكون واجدة عندنا فغادي نرملو أو نخدمو بالإيد داك المواد الدهنية اللي هي الزيت والزبدة مع السميد غادي نضيف حبة ديال البيض رشة من الملح تقريبا واحد ربع ملعقة صغيرة من الملح او بحسب الذوق غادي نضيف ملعقه كبيره من العسل انا ما عمرتهاش بزاف كيبقى لكم حريه الاختيار هي ضروريه العسل تيعطينا واحد اللون محمر الحرشة ديالتنا ولكن الا ما توفرش كنعوضوه بملعقه كبيره من السكر الخشن او سكر سنيده غادي ندخل ديك البيضه في الخليط وغادي نبداو على بركه الله في اضافه الحليب فالكميه اخواتي ديال الحليب كتبقى على حسب النوعيه والجوده تاع السميد انا هنا استخدمت السميد الممتاز لكي نعرفوه كنعرفو انا شخصيا نبغي باللون ديالو كيكون اللون ديالو اصفر ناصح وحتى الثمن ديالها كيكون زايد على النوع الاخر عملت الكاس الاول والكاس الثاني تقريبا درت كاس الا ربع تنحرك عيني ميزاني الى خصني غادي نزيدو صافي اخواتي شفت بانه غادي نكمل الكميه كلها اللي عندي وغادي نخليوها ترتاح واحد شويه اخواتي وغادي نمشيو ندهنو مقلاة غير لاصقه ندهنها بالزبده كي كتشوفوا القطر تاع هاد المقلاة اللي استخدمت فهو 23 سنتيمتر كتشوفوا اخواتي كيف ولا القوام تاع الحرشه ديالنا ما بقاتش سائله او جاريه كيف كنقولوا خفيفه بزاف فالسميده شربات الحليب والسوائل اللي درنا ليها وغادي نقادها كيا الوجه ديالها نقادو بالمعلقه باش ما يجيش جهه غليظه وجهه رقيقه وممكن على فكره تضربوا تاخذوا المقلاة وضربوها شويه كيا مع سطح العمل باش كيتقاد ليها الوجه ديالها غادي نوضعوا المقلاة على نار تكون مهيله اخواتي ضروري تكون نار شعلة قليله بزاف باش ما كتحرقش لكم الحرشه ديالتكم ضروري ونغطيوها اخواتي باش نعطيوها فرصه لان فيها البيكين باودر او خميره الحلوى باش تنفخ وتجينا هشيشه فانا غطيتها غير بالمول تاع الكيكه اخواتي ما عنديش آه الغطاء اللي غيجي قد هذه المقله الا توفر لكم غطاء ديال الزاج نتاع الطناجر او ديال المقله فيكون افضل انتم كتشوفوا اخواتي بدات كتنفخ وانا دائما كنبغي نقلب المقله كتشوفوا كنحرك الايد نتاعها من بلاصه لبلاصه لاني عندي النار كنحس بها ما متوزعش بواحد الشكل متساوي فنعاونوها حنايا بايدينا نحركو مره مره نقلبوا المقلات نتمنى ان شاء الله تكون الصوره واضحه في الفيديو هنا دازت تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق المهم عشرة ديال الدقائق دابا دازت على الوضع ديال الحرشه على النار انتم اخواتي كيبدا كيبان لينا الجناب كيصفارو كي وهنا شي شويه الوسط باقي خاصو يطيب لا توفر عندكم اخواتي داك العيبه اللي كنديرو تحت الطاجين فانتم عملوها باش هكايا النار ما مجهده للحرشة ديالتنا هنا دابا اخواتي بداو كيتحمروا لي الجوانب غادي نحاول هكايا بشي سباتولا نتاكد انها ما لاصقاش وتجيني سهله في نفس الوقت فاش نبغي نقلبها غير بالخاطر اخواتي المهم المدة بالضبط غتاخد ما بين ربع ساعة حتى لثلث ساعة, ساعة. عفوا اخواتي كنعتذر على زلات اللسان جل من لياسو فغادي نتاكد انها ما من الجوانب ونشوف بانها ولات متحمره من الجوانب ملي كتبان لينا غير بعينينا انها راه بدات كتحمر ونقيسو الوسط نلقاه بانه نشف ما بقاش عجينه وغادي ناخذ هكا الغطاء تاع الطنجره وغادي نقلبها فيه اخواتي ما تنقلبهاش انا يعني بالوجه ديالها غادي نرجع الوجه ديالها في طيفال باش يحافظ عليها ويجي الشكل ديالها مقاد انا هنايا البنات راه دارت ليا من الجناب فسبحان الله كل ما كنتش كانت تصور كانت غادي تجي هي هذيك الحمد لله على كل حال أنتم كتشوفوا اخواتي راه تفرتت لي شويه من الجوانب نتوما ردوا بالكم صافي قلبتها كنت شنو كتشوف كتجي محمره ورائعه هذا علاش اخواتي قاش حنا اه كنقلبوا المقلاه كل مره في جهه باش كتجي هكا كتوزع النار بالتساوي وكيجي الوجه ديالها محمر كما كتشوفوا كيجي كيشهي صافي كنحاول نضغط عليها ضغطه خفيفه باش هكا حتى الوجه الثاني كيتحمر عندنا مزيان النار دائما تكون قليله عجبكم البنات الفيديو وما تبخلوش عليا باللايك كتشجيع منكم لان باللايكات اخواتي كتفرحوني بزاف المهم الناس نتاع ديزلايك ماشي مشكل داك هما حرين في التعبير على الراي ديالهم ولو جربتو الوصفه اخواتي ونجحت معكم عليكم غير تبارطاجيو الفيديو باش تعم ان شاء الله الفائده للجميع انا اخواتي خليت حتى الطريقه ديال الطياب ان شاء الله باش تكون هكايا لان بعض الاخوات تلقاو مشكله ما تفهموش الطريقه ديال الطياب خاصه اللي غيبغيو يجربوا الوصفه لاول مره فنصيحه النار دائما تكون مهيله وحنا ما نحبسوش من التحريك ديالها لان السميده غير الا غفلنا عليها شويه او جهدنا النار فكتحرق هانتوما انتم كتشوفوها الوجه الثاني اخواتي غادي نزيد ليه واحد شويه وغادي نطفي عليه لانه اصبح كذلك محمر صافي اخواتي غادي نطفي عليها النار كتكون دابا يا واجده واكيد نقطعها معكم باش تشوفوها كتجي راه باينه غير منين تفرتت من الجوانب فهي كتذوب في الفم بمعنى الكلمه فهي اخواتي بعد ما حطيتها غادي نقطعها معكم وهي باقا سخونه نتوما خليوها شويه تهدا ما تبقاش سخونه بزاف وعاد قطعوها وبالصحه والراحه رافقوها مع كاس ديال اتاي فكتجي شهوه منها بزبده تير فكتجي غزاله بزاف وخفيفه وكتذوب في الفم بمعنى الكلمه نتمنى ان شاء الله يرقكم الفيديو ما تبخلوش عليا اخواتي كيف العاده باللايك كتشجع منكم لمزيد من الفيديوهات ان شاء الله أه غادي نتمنى لكم ان شاء الله دوام الصحه والعافيه ونقول لكم تهلاو ليا فريوسكم ريوسكم كنحماق عليكم بزاف اخواتي وكنتسنى دائما تعليقاتكم الجميله بفارغ الصبر شي حاجه اللي كتحببني في اليوتيوب وهو التواصل معكم من خلال التعليقات فكنشكركم جزيل الشكر والشكر قليل في حقكم كنشكر 164 الف شخص و يعني اخت او اخ لانه كاينين معنا متتبعين في القناه فكتشوفوا كتجي رائعه وكتستحق التجربه نتمنى ان شاء الله تروقكم وبصحتكم وراحتكم ما بقى لي الا نودعكم في اخر الفيديو نقول لكم كيف العاده استودعكم في الرحمن مع السلامه